Compare the force exerted on the toe and heel of 55 kilogram woman when she's wearing regular shoes and stiletto heels. طبعا ده regular shoes وده stiletto heels. We'll assume all her weight is placed on the foot and the reactions المكررة occur at point A and B as shown. A and B. Draw the free body diagram for each case, explain your answer. طب نبدأ الأول بالريجولار شوز. شكلها بالمنظر ده 55 كيلو جرام في 9.81 يعني 540 نيوتن. الـ AY أهي والـ BY بينهم 15 و 3. 15 و 3. الـ AY زائد الـ BY يساوي مجموع الويت اللي هو 540. 55 في 9.81. بعدين ناخد المومنت عند أي منهما وليكن عند B. فأقول 55 في 9.81 في 15. ماينس اي واي في 18. ممكن ما احولش او احول يعني بوينت 15 بوينت 18 او اسيبهم زي ما هم لان المعادله صفريه يساوي صفر. طلع ان الاي واي 450 يبقى البي واي الباقي اللي هو 90 نيوتن. في الستريتو هيلز نفس النسبه بدل 3 خليها 2 بدل 15 خليها 10. فواضح نفس الديزاين بس طبعا ده انكمش. فهيطلع اكيد نفس الاوزان لان 15 على 10 1.5 و 3 على 2 1.5 فالابعاد ما اختلفتش. طبعا مجموع الـ AY والـ BY برضه في الـ Stiletto Heels نفس الشيء ما اختلفتش يعني برضه هيكون 450. ناخد المومنت عند B زي ما عملنا المره دي. الشكل مش موجود بس يعني نتخيل ان هو موجود ان شاء الله هحطه لكم. ده 10 وده 3 ف 540 اللي هي هنا في 10 ناقص الـ AY هتبقى في 12 يساوي 0. يبقى الـ AY برضه 450 والـ BY 90 مفيش حاجة اختلفت. نفس النسب فنفس القيمة. فالرسمة دي هنكررها مرة تاني هحطها لكم في الـ PDF المرفق مع الفيديو. نفس ده بالظبط كده بس دي 2 ودي 15 ودي 10. 2 و10 مفيش فرق خالص. نفس الرسمة هنحطها. ونفس القيم طلعت. طيب هو ايه المشكلة؟ في الحالتين الـ AY عليها 450 نيوتن بس هنا متحملة على الجزء ده يعني بوينت A عبارة عن مسافة اللي هي حوالي مثلا 5 سنتي أما هنا عبارة عن نص سنتي. فاللي هيحصل ايه؟ الفورس اللي هي الـ AY تتقسم هنا على اريا كبيرة قلت لكم مثلا 5 فنقول مثلا قول 5 سنتي متر مربع مثلا هيبقى 450 على 5 يطلع 90 حاجه اسمها يعني بريشر. اما هنا ال 90 هتتقسم ال 450 هتتقسم على نص فتبقى 900 فبدل ما هنا تبقى 90 900 هيبقى 10 اضعاف لان الاريا دي 10 اضعاف الاريا دي فهنا هيكون الضغط 10 اضعاف ومركز فالجزء ده هيتعرض لمشاكل الهيل دي هتتعرض لمشكله. طبعا ده بيأثر كده لفوق وبيعمل مشاكل في الظهر ومشاكل كتير مع تكرار التحميل والمشي على يعني شوز بالمنظر ده. لذلك طبعا ده صحي واذا كان ده محتاجين يبقى بالمنظر ده عشان الطول نعرض دي شويه يعني كل ما تبقى عريضه غير لما تكون مدببه ده بيعمل مشاكل كتير في الظهر.